إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام تواصلنا مستمر ويأتي في انطلاقة الفترة المسائية الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ. شاهدنا الشوط الأول ذهب مع هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. إذن هنا مشاهدينا الأعزاء تعلن انطلاقة أيضا جديدة وانطلاقة رائعة في هذا المساء. إذن مشاهدينا الأعزاء ترحيب بسمو الشيخ سعيد بن راشد النعيمي بالحضور والتواجد في أرضية هذا الميدان. على البركة تعلن انطلاقة ثاني أشواط هذا المساء. سير مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول من وهتاتي في المركز الأول لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان ليتواجد أحمد وخلفان بن صايغ المزروعي من يقود هناك منوع على الصدارة على المركز الأول، بينما انتقل مباشرة إلى المركز الثاني ليجد في ثاني المراكز الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. تواجد الخطير في أول أشواط هذا المساء وقدم هملولة ليأتي في أول أشواط المهجنات ليقدم هذا الاسم اسم الضبي، بينما هناك الدخول على المركز الثالث الوصول من العنود من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي يقدم العنود هناك والمنطلق على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر تدخلات في هذه اللحظات من خلال الشاهينين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري يضمرها، بينما هناك المركز السادس أو الخامس وصلت في هذه اللحظات تأتينا هناك وهيلة من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابع الواثق هناك مع وهيلة واحدة من الأسماء القوية والعملاقة سجلت من الإنجازات الكثيرة هنا ضمن مؤسسة هجن العاصفة. يأتي هنا الاسم القادم انتزاع وصلت لسمو الشيخ محمد بن المر مكتوم المكتوب سعيد بن عبيد السبوسي يضمرها في هذه اللحظات. المركز السابع إلى سابع المراكز ليجد هناك نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمنتشي يتواجد مطر بن سيف بن لاحد الهاجري هو من يقود هذا الشعار ويتواجد في أول أشواط الذلل المهجنات الأصايل. انتقل مباشرة سلام وصلت سلام من هجن الرئاسة والمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يضمرها تأتي هنا على المركز التاسع، بينما المركز العاشر شعلة لهجن الرئاسة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي بو سلطان من سجل نقطتين في ليلة البارحة من خلال الأسماء القوية ومن خلال جناد ومشكور، ولكن يتواصل هنا في أول أشواط المهجنات. أعود والعود أحمد الجنتلمان من يقود الانطلاقة من يسير على المركز الأول مقدما هذا الشعار شعار سمو الشيخ خالد بو سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ما زال يقدم هذا الانطلاق ما زال يقدم هذا الأداء الجميل والرائع. تحركات على المركز الثاني انطلاق الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد وهيلة وصلت انطلقت وهيلة من الجانب الآخر من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمرها ويتابع انطلاقاتها الواثق الواثق بخبرته التضميرية هنا والواثق من قدراته لياتي هناك مع ايضا اللي هي وهيلة من هجن ايضا من هجن العاصفة صاحبة الانجازات الكبيرة وصاحبة ايضا سن الاذاع الرمز الذي حصلت عليه وحظيت في سن الاذاع، ولكن العنود من هجن الرئاسة وصلت العنود ليصل علي بن ميل الوهيبي مقدما للعنود في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هناك مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ليتواجد مطر بسيف بلاحد الهاجري. يلا يا ابو عمر بدأ ينضم هناك الى دائرة الخماسية وبدأ ينافس بهذا الشعار الوصول من الشايبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة يقدم هذا الاداء ينطلق من خلال تواجد الشايبة، ولكن الدخول من الجانب الاخر وصلت الغارية
من هجن الشيحانية ليتواجد أيضا سالم بن فاران المري. سلام تدخلت، سلام انطلقت هناك بشعار هجن الرئاسة ليتواجد المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. بينما هنا الدخول مشاهدين الاعزاء تاتي اشواق لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان. من يقود هذا الانطلاق؟ اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الصدارة، الصدارة الله الله الله، مقدمة الصدارة منوه منوه منوه، ولكن وهيلة 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 غيرت، وهيلة غيرت الصدارة، بدأت تتذكر، بدأت تنطلق في هذا المسار، بدأت تسير هناك لهجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يضمرها هناك ما شاء الله. إذا وهيلة وهيلة انطلقت 1200 1200 1200 وهيلة استلمت الصدارة وبدأت تباعد هناك من هجن العاصفة ليتواجد حمد بن راشد بن غدير. الله 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 الله، تحركاتي من منوة منوة في المركز الثاني لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي يقدم منوة على المركز الثالث من هجن الرئاسة ليتواجد علي بن ميل الوهيبي. وهناك القدوم ايضا من خلالي اشواق لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان. اعود والعود احمد، اعود الى الصدارة، وهيلة على المركز الاول، وهيلة على الانطلاق الاول لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام منطقة الاعلام، ومشكور يا ابو حمدان. وصلنا جولة الاوامر النهائية لتعلن هذا الفوز، لتعلن هذا الفوز. امس بالامس القريب سجلت انجاز وتوقيت افضل، كان هناك على ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية، لتاتي هنا ما شاء الله مع التيارات الهوائية، ولكن بالسرعة الرائعة كما اتى بها الهواري 50 كيلومتر في الساعة لتعلن وهيلة بانها بطلت اول اشواط الذلال المهجنات الاصايل، ويعلن الواثق بتواجده مع هذا الشعار تهانينا والناموس لهجن العاصفة. والتهانية لحمد بن راشد بن غدير من ياتي مع وهيلة، تهانينا تهانينا والناموس ولحظات الوصول. هذه هي وهيلة، هذه هي انطلاقات وهيلة ما شاء الله. التوقيت الزمني بقول هنا مع وهيلة ومع انطلاقاتها الرائعة المركز الثاني. فاجأتنا سلام تهانينا والناموس لهجن الرئاسة المركز الثالث الغارية من هجن الشحانية. رابعا تأتي هناك أشواق لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الخامس كانت نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام كان أول أشواطي الحول للمهجنات الأصايل، وكانت انطلاقة رائعة وجميلة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذا المساء. لنا الإعادة بالتوقيت الزمني من المخرج سام الهواري، هنا يأتي بوهيلة، هنا تأتي بهذا الانطلاق 9 دقائق 10 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، وتهانينا لمضمر هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز المركز الثاني. سلام من هجن الرئاسة 9 دقائق 13 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، والتهاني أيضا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من قدم سلام المركز الثالث 9 دقائق 16 ثانية 5 أجزاء من الثانية. كانت الغارية من هجن الشيحانية ليتواجد المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، والتهنية لسالم بن فاران المري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، سعد الله مساءكم جميعا بكل خير.